السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. إلى أستاذنا وشيخنا الجليل، تحية إليك يا شيخنا والحمد لله على شفاءك. بالنسبة إلى شعب البحرين، الحضور مو قليل أخي يا شيخنا. إحنا دائما في فعاليات ودائما في تواجد، اليوم قد يكون فعالية الآن هنا، فعالية أخرى في منطقة ثانية والناس ممتازة. وشعب البحرين ما قصر مع أوائل الشهداء ووقوفه مع هذا الشباب المظلوم، وإن إحنا قاعدين ونفتخر بهم فعلا في جميع الأماكن. بالنسبة إليكم يا شعب البحرين، أحب أقول لكم شيء. إحنا طبعا تعودنا الصبر من آل بيت رسول الله، صبرهم علينا وإحنا أخذنا منهم. شعب البحرين طول حياته قدرها مناضل، مثل ما الشعب الفلسطيني كان يقاوم إسرائيل، شعب البحرين أيضا. فلتعلمون أن كثير من شعب البحرين بعد القتل والغدر والبطش من وجهاء البلاد غادروا إلى أرض العراق، إلى السعودية. ترى شعب البحرين من كثير إحنا وياهم، وطبعا التاريخ يتكلم عن هذا الشيء، إنما إعلاميا ما كان أول موجود. من عوائل الشهداء نشكر هذا الشعب الوفي بكافة مكوناته، من رموز دينية وجمعيات سياسية وحقوقيين وكل العاملين من أفراد هذا الشعب فردا فردا، من أطباء ومحامين ومعلمين وصحفيين، الكل شارك في خدمة هذا الشعب المظلوم. شكرا لهم وألف تحية. شعب البحرين شعب مناضل مؤمن بقضيته، بقضية تقرير المصير، القتل والسجن والتعذيب والتنكيل والمداهمات على هذا الشعب الأصيل الذي يدافع عن دينه وعرضه وأرضه، ما زال صامت متواجد في الساعة ولن يغير شيء. خلاص تقرير المصير. مثل الآن الشعب البحريني والشعب الفلسطيني واحد، نفس الطريقة. شعب فلسطين يواجه حكومة احتلال إسرائيل، وشعب البحرين يواجه حكومة آل خليفة. والداعم إلى هذين الحكومتين الغير شرعية والبلدين تحت الاحتلال نفس الشيء. بالبحرين موجود احتلال، في فلسطين موجود احتلال. في البحرين موجودة مستوطنات من المجنسين لغير البحرينيين، وأيضا في إسرائيل موجودة مستوطنات لليهود، نفس المقارنة. أكثر الشعب البحريني الآن بالسجون، وأيضا الفلسطينيين موجودين بالسجون الإسرائيلية، نفس العمل، نفس المقارنة. المعارضة والجمعيات السياسية مخلصين أوفياء لن يتراجعوا عن طموح هذا الشعب وإرادته، وأثبتوا قدرتهم ووقوفهم في إيصال مظلومية هذا الشعب إلى المجتمع الدولي. وأنا عندي نصيحة إلى أخواتنا حقيقة يعني من القلب، احنا طبعا لا يمكن نتراجع او نستسلم. احنا ما رايح نتكلم عن الدماء المرة، دماء الشهداء هذه اللي احنا اخترناهم، هم اختاروا هذا الطريق. بالمناسبة انا اذكر اخر صفحة قراها ولدي الشهيد محمود قبل يستشهد، كان معلم القرآن بعلامة، فبنهاية الصورة طبعا الرحمن على ما أتذكر، بس كان على العلامة الموجودة وما أمرنا إلا كواحدة كلام حب البصر، هاي اللي أتذكرها لحد الآن. يعني الله سبحانه وتعالى امتحن هذا الشعب
وأثبت إيمانه وإخلاصه والكل وقف. بس علينا ننتبه إلى شغلة واحدة، أنا رايح أذكر الجميع فيها. أنا عندي نصيحة أول شيء لأخوتنا، ما هو مصير أبنائكم مع المجانسين؟ أنتم نحن طبعاً جربتونا وتعايشنا وياكم، ولحد الآن الحمد لله ما في بيننا وبينكم أي شيء، بيننا تزاوج، بيننا عشرة، بيننا نسب. بس شنو تربطون مصيركم أبناء بالمجنسين؟ خلنا نشوف الملاحظة. سعى النظام للتجنيس لإبادة الشعب ومصادرة حقوقه بالعيش الكريم، وخطر على المواطن البحريني للدرجة الأولى لمعلوماتكم على السني والشيعي معا، ما يعرف ما يفرق، بدأ بقتل الشيعة صح وينتهي بإزالة الأخوة السنة الشرفاء من مناصبهم وتهميشهم، وخصوصا من تعاطف مع هذا الشعبية. هذه بالدرجة الأولى. احنا مصير أبنائنا لا يمكن نقبل نفرط فيه. احنا مو نحكي عن الدماء، الدماء الشهداء احنا نعرف من مكانها، وهذه كرامة الله أعطانا إياها. احنا مو ندمانين، كل آباء الشهداء وقوفهم مع هذا الشعب لأنه يستحق، ويستحق منا أكثر، وهو قدم بعد هذا الشعب، كل الشعب قدم، حتى الفرد اللي تشوفه قدم، اللي حامل كاميرته هذا قاعد يوثق، هذا يسجل إجرام هذه القبيلة. نصيحة أخرى، بعض الشعارات ترى الآن النظام قاعد يطلق شعارات، فانتبهوا إليها يا شعب البحرين، وخصوصا ترابطنا احنا الوثيق مع الجمعيات السياسية ومع الرموز ومع النشطاء. يجب وقفة رجل، لا كل واحد يشكل في الثاني. نصيحة لوجه الله، لأن الآن معارضتكم قوية أذكياء. أنا راح أقول لكم شغلة تلتفت على، خليني التفت لها صغير قبل كبير. الآن أنا لو وصلني مشكلة بيني أي شخص من الأشخاص، بس لما توصل القضية المركز، أعتقد تفهمون الطريقة، لما توصل القضية المركز إلى أني أنا وصلت قضيتي مع هذا الشخص واشتكيت عليه وعندي شهود عليه أنه هو اللي اعتدى علي، حتى لو جو تدخلوا أحد من الأخوة وصالحنا فيما بيننا وبين بعض، بس القضية ما لغيتنا هنا يعني موجودة. يعني باختصار شديد، معارضتكم الآن قضية البحرين خرجت إلى المجتمع الدولي، مثل ما حكومة إسرائيل قاعدة تدعمها أمريكا وتتبع عليها الوصايا، أيضا حكومة آل خليفة نفس الشيء، بس القضية موجودة. لا يمكن المعارضة تفرض في هذه، يقول لك أنت عندك مشكلة ويا الشعب، حتى على أساس الحوار احنا يمكن فاهمينه خطأ، هو صحيح يجب، لأن المجتمع الدولي قاعد يطالب، وهذه خطوة. أنا أقول لك كل إنسان يشتغل على حسب طريقته وعمله، قد يكون احنا نطالع عن باب العاطفة، وأنا راح أقول لكم شيء وأنتم فكروا فيه. الآن لا يمكن تنسحب ملف البحرين، لأن الآن في أسماء مطلوبة دوليا، يعني جرائم موثقة مدانة، وفي دول عندك يعني معاه المجتمع الدولي وياك خلاص. يعني المعارضة الآن أثبتت قوتها وقدرتها السياسية على الميدان. هناك بعض الأصوات أو بعض الإشاعات على أن عوائل الشهداء متضايقين من دخول مثلا جمعيات إلى الحوار وتهاون بدماء الشهداء، هذا كلام طبعا مغلوط، والرجاء كل الرجاء لا أحد يتكلم باسم عوائل الشهداء. إحنا طبعا قدمنا صح، بس إحنا ما نفرض رأينا على رأي الشعب، لا، احنا ناس من افراد الشعب، احنا فقط نتميز ان قدمنا،
بس مو معناته احنا ارادتنا فوق ارادتكم، احنا الكل في الكل، اللي نبغيه احنا لازم يصير، لا اللي يبغيه الشعب. الشعب يبغي تقرير مصير، الشعب يبغي حكومه منتخبه، الشعب يبغي تقرير مصير ومصير ابنائنا واطفالنا. احنا هذا لين خلاص، مبايعتهم ليس باعناقنا، حكم غير شرعي. ال خليفه ما يلزم. نحن كعوائل شهداء لا نفرض ارادتنا على اراده الشعب وتطلعاته، والمعارضه قويه جدا وذكيه امام اللعبه السياسيه، واصبحت جميع الجرائم والانتهاكات الى المحاكم، واوصلت طبعا جميع الجرائم والانتهاكات الى المحاكم الدوليه، وتصريحاتها واضحه لن تقبل على اي تسويه سياسيه الا بموافقه هذا الشعب. والاتهامات على الجمعيات السياسية المخلصة أو المساس أو الشك في رموزنا الشرفاء أمر مرفوض، ما نقبل عليه. يعني تطلع أصوات من هنا وهناك، هاي أوراق أحيانا يلعب بالنظام، انتبهوا إليه. الرجاء كلنا غير. لا نشك في العدو، العدو واحد ومعروف. أنا قد يكون أختلف مع السيد في رأيي، هو طالع الفكرة أنا طالع الفكرة، بس مو معناته أني أنا أخونه أو غيره، لا. خلنا ننتبه رجاء كل رجاء. الآن أنتم في النقطة الحاسمة، صدقوني بالله. أنتم قضية البحرين أنتم شايلينها كبير، أنتم لحد الآن ما أنتم عارفينها حجم المؤامرة. أصلاً قضية البحرين مرتبطة بدول المنطقة، مرتبطة بأمن إسرائيل. قد يكون يوصل الامر الى ان توضع حتى امريكا اللي الان قاعده تحميهم، توضع في خيارين، ازاله حكام العرب دول الخليج او امن اسرائيل. تختار دلين؟ هذا دلين يتحملون حتى غضب الله سبحانه وتعالى، بس ما يستحملون غضب امريكا. معروفه هذه السالفه. طبعا هذه ورقة من أوراق السلطة لتمزيق الصف، ويجب علينا مواجهة العدو الغاصب لحقوق هذا الشعب. أرجو أن رسالتي توصل، وانتبهوا، وخصوصا إحنا هذا الشباب، شكر وألف شكر، وفي مقدمتهم شباب الائتلاف لتواجدهم بالساحات، لدائما مصرين على التواصل. احنا قد ما نقدر نقلل من التضحيات، لكن علينا ان نعي جيدا كل اللي يدور حوالينا واباء الشهداء. لا تفتكرون انهم فوق الجميع، لا، احنا ناس مثلكم، واحنا مثل ما انتم قدمتوا احنا قدمنا. اولادكم بعد فيهم جرحى، ابنائكم فيهم ناس اعاقات، ابنائكم في السجون، ابنائكم هم ابنائنا. احنا ما نتميز عليكم ترى بشيء. يعني احنا صراحه صحيح قدمنا، بس قدمنا احنا من اجل الدين وفي رضا الله سبحانه وتعالى. احنا مؤمنين بقضيه، قضيه نصره هذا الشعب. ابنائنا مصيرنا شنو يتعلقون؟ هذين الشباب اللي طالعين الان. التجنيس درجه اولى عدو للمواطن البحريني. على الطائفتين تحديدا. الآن معروفة هذه القضية، فأرجو أن كل واحد يحط يد بيد الثاني، وبدل ما أن إحنا نواصل على أن مثلا شكوك أو إدانات أو شغلات أو لا، إحنا وحدة، قضيتنا وحدة. وحتى إلى أخواتنا توجيه النصيحة، لأن الآن هم في أزمة أكبر من ذلك، قد يكون هم ما يشعرون. أنا أقول لكم بكل صراحة، لأنهم للأمانة الآن في الجيش معاهم، الآن انعدمت الثقة حتى فيهم، بالداخلية معاهم، بالسكن معاهم، ساكنين معاهم، يعني ظروفه غير ظروفه. أنت الآن تتكلم اللي حواليك تعرفهم، واللي يتكلم ما يقدر يتكلم. فخلنا نكون دائما واعين، وشعب البحريني طبعا
أروح من هذا الحجم وصابر سنين قاعد يقاوم هذه العائلة الحاكمة المغتصبة، لكن لن يتراجع. وإلى النصر القريب إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يوفق الجميع، وشكرا لأهالي منطقة المشرع لدعوتنا، وإحنا بين أهلنا وبين أخوتنا وأبنائنا هم أبنائنا، وإحنا دائما قد ما نقدر نسوي في نصرة هذا الشعب الحاضر وخدمتنا.